إذن مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في البث المباشر ضوء مدينة الطربيضة. نتواجد أمام محكمة الاستئناف كيف ما كتشوفوا معنا مشاهدينا الكرام. اليوم جلسة النطق بالحكم في قضية ما يعرف فضيحة تذاكر مونديال قطر، يعني المتابع فيها كل من الحداوي والعمري. فهل سيتم اليوم فعلا النطق بالحكم؟ الكل تحت الأعصاب ديالو، الأسر تنتظر والكل ينتظر، هل ستتم النطق بالحكم في هذه الجلسة ديال اليوم؟ بطبيعة الحال أحد المستشارين صراحة اللي كيمر من واحد الوعكة صحية فتعذر عليه الحضور هنا في محكمة الاستئناف مدينة الدار البيضاء. الكل ينتظر، الكل على الأعصاب ديالو، النطق الحكم فضيحة تذاكر مونديال قطر المتابع فيها كل من الحداوي والعماري. يعني أحد المستشارين اللي تعذر عليه الحضور لأسباب يعني ديال المرض ديالو، فالله يجيب ليه الشفاء. فهل ستعين، وهل ستعين يعني هيئة أخرى لهذه المحاكمة هذه، ولا تهيئات تعينات هذه الهيئة أخرى، فسيعاد النظر في الملف من الأول ديالو. فاحنا في محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء والكل ينتظر، الكل على الأعصاب ديالو، كل شيء يتسنى جلسة أو يتسنى النطق بالحكم في قضية فضيحة تذاكر مونديال قطر المتابع فيكم من الحداوي العمري. مونديال قطر اللي كيفما كتعرفوا كان المشاركة المغربية، مشاركة المنتخب الوطني المغربي واللي وصل النصف النهائي. يعني ابتدائيا كان تحكم الحداوي رئيس اولمبيك اسفي بسنه ونصف سجنا، وايضا العماري اللي كان تحكم ب 10 اشهر. تذكير الاستئناف جلسه النطق بالحكم اليوم، وهل ستتم الجلسه ديال النطق بالحكم؟ وي وحمد العفو العفو فالكل ينتظر، الكل يتسنى النطق بالحكم، الكل تحت الانتظار. يعني احد المستشارين اللي تعذر ليه الحضور اللي كيمر بواحد الوعكه صحيه، فكانت الجلسه غادي تقام صباح اليوم اجلوها ما بعد الظهيره. نحن في الانتظار، وهل ستكون المحاكمة النطق بالحكم في الساعات القادمة، أو لا غادي يكون تمديد، أو لا غادي تعين هيئة أخرى لهذه المحاكمة هذه وغادي تعاد الملف من الأول ديالو. هناك أسرة ديال المتهمين أو الأسر ديال المتهمين هنايا اللي تحت الأعصاب ديالهم، هناك الرأي العام اللي متبع القضية هذه، هما أيضا كينتظروا هذا النطق بالحكم. يعني المتابع في هذه القضية هذه رئيس أولمبيك أسفي الحداوي، الصحفي العمري، صراحة القضية هذه اللي تبع الرأي العام بواحد الكمية هائلة، بواحد الكثرة، خصوصا مع المشاركة ديال المنتخب الوطني المغربي في مونديال قطر.
هل ستتم أو هل سيتم اليوم النطق بالحكم؟ هل سيتم اليوم النطق بالحكم؟ إذن مشاهدي الكرام، غادي نودعكم على ما نتلاقاكم في بث مباشر آخر إن شاء الله. إلى اللقاء.